the same amount of time، يعني two objects مش you 5 ثواني مثلا. ففي ال5 ثواني دولت احنا عندنا حد فيهم مشي 50 كيلومتر والتاني مشي ايه 20 كيلومتر، يبقى مين فيهم اللي عنده سبيد اعلى، اللي مشي 50 ولا اللي مشي 20؟ اللي ماشي 20 20 بص هقول لكم حاجة، لو دلوقتي لا مي ولمال 50، 50 بصوا هقول لكم، انا دلوقتي عندي مي اهي ولمار اهي، مي مشيت، انا هديكوا دقيقة واغمض عيني، دلوقتي هقول لكم اجروا واغمض عيني، هبص الاقي مي مشيت قد ايه، مشيت مثلا 3 meters، وهبص الاقي لمار مشيت 5 meters، يبقى مين فيهم اللي عندها سبيد اعلى؟ لمار لمار لمار. تمام، يبقى الاوبجكت او الحاجه اللي بتاخد اللي بتمشي ديستانس كتيره في شورت اماونت اوف تايم دي بتكون ايه، عندها سبيد عالي، يعني نجري كتير، اخد ديستانس كتيره، اقطع ديستانس كتيره في وقت قليل، ده بيكون معناه ايه، ان انا عندي سبيد عاليه. طيب بالنسبه ايه للاوبجكتس اللي بتمشي اللي بتاخد شورت تايم، يعني انا هقول لكم برضو ايه، هقول لكم ادي مي وادي لامار، وانا هقول لكم روحوا مثلا عايزاكم تجروا لغاية البيت اللي هناك ده، فايه انتوا الاتنين جريتوا اهو، انتوا الاتنين وصلتوا لنفس المكان، بس مي وصلت في 2 seconds، اما لامار وصلت في ايه، في 5 seconds، يبقى مين ماي فيكو اللي، ماي ايوه مي، ماي مي اللي عندها سبيد اعلى لانها وصلت ايه في شورت تايم. تمام، طيب تعالوا ايه نكمل. طيب يعني إيه؟ تعالوا نشوف الايفكت اوف سبيد اون كوليجن، يعني ايه، يعني انا عندي كل ما السبيد كانت عالية معناها ايه، ان هيحصل ايه كوليجن اكبر، صح، ايوه معناها صح ان هيكون في مور دامج، يعني مثلا لو الولد اللي جاي ده، لو الولد ده جاي بالراحة وخبط في عربية الايس كريم دي، هيعمل دامج، هيعمل كولاجين، ولا لو جه وهو ماشي سريع جدا عنده سبيد عالية جدا وخبط في الايس كريم، في انهي حالة هيكون الكولاجين هيسبب مور دامج، لو جاي سريع ولا بطيء؟ معايا؟ لو سريع ايوه، لو جاي سريع هيعمل ايه، more damage، يبقى by increasing the speed of the object the energy ايه increase، يعني كل ما زود السبيد الانرجي اللي هتتنقل دي هتكون عالية جدا. طيب تعالوا نقارن اهي، هو نفس المقارنة بين ال fast objects وال slow object، fast object بيكون عنده more energy، اما ال slow object بيكون عنده less energy، فبالتالي ايه هيكون عنده less force وهيسبب less damage، اما ال اه اما اللي عنده فاست، اللي هيكون فاست هيكون عنده مور انرجي، مور فورس، مور دامج. ايوه، طيب تعالوا نكمل، علشان كده احنا بنقول ايه، ان الدرايفر المفروض ان هو ما يكونش سايق بسرعة عالية علشان ايه ما يحصلش دامج لا قدر الله. طيب ايه اللي هيحصل لو عندي كارز ماشيين في ايه، في opposite direction، عندي كار دي وكار دي ماشيين في opposite direction، يعني دي ماشية كده ودي ماشية كده وخبطوا في بعض، ولا لو الاتنين ماشيين في same direction، يعني دي ماشية كده ودي ماشية قدامها كده، دي في اللي والاتنين. طيب احنا عندنا دلوقتي في نمبر 1، في الكيس نمبر 1 هما ماشيين in opposite to each other، في كيس نمبر 2 هما ماشيين ايه in the same way، يعني ماشيين في نفس الطريق، يبقى في انهي واي هيخبطوا وهيكون في مور دامج؟ اللي فوق ايوه، اللي فوق اللي هي الاوبوزيت دايركشن، يبقى لما يكون في اوبوزيت دايركشن معناها ان في مور دامج، ماشي. طيب انا عندي لو احنا ماشيين على انجل اوف انكلاين، يعني لما بيكون في رامب، رامب يعني منحدر كده، طيب لو في رامب وفي عندي عربيتين نازلين،
لما بيكون عندي تراك نازلة، لما بيكون عندي تراك ولا كار صغيرة، مين اللي هتنزل أسرع؟ التراك التراك الصغير. الكبيرة. أيوة الكبيرة اللي عندها ماس كبيرة هتتدحرج بسرعة لأنها تقيلة، هتتدحرج على طول صح؟ يعني مثلا تخيلوا كده إن أنا برمي كيس تقيل قوي من البلكونة وبرمي في نفس الوقت كيس فاضي، مين فيهم اللي هينزل بسرعة؟ التقيل التقيل. التقيل اللي جواه حاجات. يبقى التراك عندها ماس كبيرة، فكل ما الماس كانت أكبر هيحصل إيه؟ السبيد بتاعتها إيه؟ increase صح؟ صح. طيب حاجة كمان، أنا دلوقتي عندي درام أهو، دي الأنجل بتاعته، دي الأنجل أوف انكلينيشن أهي، وعندي رامب تاني أهوت، تمام. وعندي رامب تاني أهو، مين فيهم اللي يعني ده 1 ده 2 ده 3، مين فيهم اللي الحاجة هتنزل من عليه بسرعة جدا؟ سري سري قصدي تو تو. طب وانت يا مي بتقولي انه عندنا 1 وان وعندنا 2 وان و 3، مين؟ وان 1 عارفين ليه؟ لان دي اكبر انجل اوف انكلينيشن، شوفوا، انما ده نايم على الارض، وده الحاجه هتغيب على ما تنزل، وده برضو متوسط، انما ده شوفوا الانجل بتاعته كبيره، فالحاجه هتتدحرج بسرعه. يبقى كل increasing the angle of inclination ده بيعمل increase للكينيتيك انرجي، وبالتالي ايه؟ increasing للسبيد. اوكي اوكي. طيب، ده كان لسه دوت عن، شوفوا listen 3 برضه بيتكلم عن نفس النقطة، ان احنا increasing force بيعمل ايه؟ increasing kinetic energy، وده بيعمل ايه؟ increasing دي كاينتك انرجي. بيعمل increasing ايه؟ للسبيد. يبقى انا عندي 3 حاجات، كل ما الفورس تزيد معناها ان الكينيتيك انرجي بتزيد، معناها ان السبيد ايه بيحصل لها؟ بحصل لها مرتب بتزيد. بص اقول لكم، كل ما كتير. الفورس بتزيد الكينيتيك انرجي بتاعت الحاجة بتزيد، فبالتالي السبيد ايه كمان بتزيد. اوكي اوكي. اوكي اوكي طيب تعال نشوف effect of mass. احنا قلنا كل ما الماس بتزيد الكينيتيك انرجي بتزيد ولا بتقل؟ يعني لو عندي بتزيد ترين وعندي كار، بتزيد مين فيهم عنده كينيتيك انرجي عالية، الترين ولا الكار؟ ترين. الترين. ليه الترين؟ لأن عنده مور ماس، وكمان هو عنده مور سبيد. اوكي عنده مفروض ايوه، عنده مور فورس ومور ومور انرجي ماس، وكمان ايه انرجي. انرجي. ايوه، وعنده كمان مور بيج انجن، فعشان كده هيحتاج فيول كتير، زي التراك كده، التراك عندها بيج انجن فبتحتاج فيول كتير، واما الكار عندها سمول انجن فبتحتاج لس فيول صح؟ صح. طيب تعالوا نشوف الليسن اللي بعده، ماس ان كوليجن، برضو بيتكلم عن الماس، واحنا عرفنا خلاص ان الماس كل ما الماس بتزيد معناها السبيد بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد جي بتزيد. طب الكينيتيك انرجي هتزيد ولا هتقل؟ بكر أزيد. هتزيد. طيب تمام، تعالوا نشوف بقى لسن 5. لسن 5 عن ايه؟ ترانسفيرنج انرجي. انا عندي كلمتين ثابتين كده عايزين نعرفهم معناهم ايه. بيقولوا ان انرجي كانت بي ديسترويد، انا ما اقدرش، لو عندي انرجي ما اقدرش ادمرها، يعني لو عندي بوتنشال انرجي مثلا انا ما اقدرش ادمر البوتنشال انرجي دي، امال بعمل فيها ايه؟ I can change it from one form to another، اقدر اغيرها من فورم لانذر، يعني اقدر اغير البوتنشال انرجي من بوتنشال انرجي لكينيتيك مثلا صح؟ صح.
زي مثلا في الرولر كوستر. رولر كوستر هنا بنحول الالكتريك لكينيتيك، وبعدين بوتنشال هنا، وبعدين كينيتيك تاني، وبعدين بتطلع بتبقى بوتنشال وبعدين كينيتيك وهكذا. يبقى انا حولت ايه البوتنشال الكينيتيك والكينيتيك في لبوتنشال. ليه لعبة اللي كان اسمها النوتنز ليه؟ كريدت. أي اه نوتنز كريدت اهي. بصي انا لما برفع باخد البول الاولانيه دي وارفعها كده بخليها تخزن انرجي، ستور بوتنشال انرجي. ماشي. طيب انا لما اسيبها بقى تتحرك هيبقى عندها ايه؟ إنرجي، أكنتك كينيتيك. كينيتيك إنرجي، كينيتيك ماشي. انرجي. طب الكينيتيك انرجي دي ايوه يا ماما. هي ايه الكلمة دي؟ اسمها نيوتنز لو كريدت. كل نيوتنز كريدت هي كده. نيوتنز كريدل دي اللعبة هي دي اي اسمها كده. اللعبة دي اسمها كده. دي انرجي انرجي كونفرجن. مش دي انرجي كونفرجن يعني تشينجينج، او ان انا تحويل الطاقة، او ان هي بيحصل لها كونفرجن او ترانسفير يعني بتتنقل. تمام. كونفرجن حولها او كونفرتينج. ماشي. طيب في اللعبة دي اللي هي نيوتنز كرادل، انا في الاول بصوا في الاول بسحب اول بول دي. لما بسحبها كده بخليها ايه، طبعا ببعدها عن الايرث سيرفس ايه، فبالتالي ايه بتخزن ايه انرجي اللي مخزناها جواها دي اسمها ايه بقى؟ potential energy potential بوتنشال انرجي. طيب لما بسيبها بقى من ايدي بتكون هيبقى عندها كيفاسيتي كينيتيك. كينيتيك. ايوه لما بتخبط بقى في في الحمد لله، لما بتخبط في البول اللي بعديها ده معناها ايه؟ معناها ان هي بعتت لها الايه الكينيتيك انرجي، فبالتالي البول دي هتبعت للي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. طب في كمان واتحركوا انرجي بتتنقل في الوقت ده ايه؟ واتحركوا اه ويتحركوا. طب في انرجي كمان بتتنقل، في انرجي بتتنقل. انا ممكن اسمع صوت وهما بيخبطوا في بعض كده، بسمع صوت صح؟ طلعوا يبقى ساوند ده ساوند انرجي. انرجي. اه طيب ممكن بعد فترة يحصل ايه؟ ثيرمال انرجي صح؟ ايوه صح. لما هيفضلوا يخبطوا في بعض ايه؟ فهيسخنوا. طيب ايه بقى اللي هيوقفهم؟ هيقفوا لما يحصل ايه؟ الفريكشن ما بينهم، ويحصل فريكشن ده ايه؟ ايوه ماشي. ايوه بس صوتي بيعلي. يا مس انا ما عنديش، انا عندي طيب مشكلة. تعالوا بقى ايه، ما عندكش ايه؟ الايه؟ ايه اللي مش موجود؟ ايه اللي مش موجود يا مي؟ الصورة ما هو انا طفيت الشير يا مي. احنا هناخد دلوقتي هنفتح الاكسرسايز بوك ونحل الاكزام. ماشي ما يلا بسرعة قبل ما الزوم يفصل. هنفتح ايه؟ الاكسرسايز بوك. ويلا بسرعة يا لمار لو معاكي النوت بوك بتاعتك عشان هنكتب فيه. اوكي اوكي انت ماي معاكي الكتاب صح؟ اجيب النوت بوك. أجيب الكتاب ولا نماذج الوزارة؟ نماذج الوزارة. احنا طب هاتي نماذج الوزارة انت تمام. طبعا. لا أنا قصدي أجيب كراسة أكتب فيها. طيب هات الكراسة، نبدأ بنماذج الوزارة وبعدين هناخد بعدها امتحان عشان نتأكد انكم حليتوا النماذج دي كويس. تمام يلا. يلا نعمل شير. لو بصوا لو الزوم فصل هندخل تاني على نفس اللينك. اوكي تمام.
تمام. طيب تعالوا، احنا كنا وقفنا فين امبارح؟ وقفنا عند حلينا true or false، صح؟ طيب هنبدأ، وخدنا ال scientific term ولا لأ؟ انت بكتب The object allow light to pass through. هنكتب بقى ايه في نص السطر كده؟ نماذج الوزارة، تمام. وهتبعتولي برضو اللي احنا حليناه على الواتس. اوكي اوكي ماشي، هنكتب نماذج الوزارة، وهنكتب دلوقتي ايه في نص السطر تحتها كده؟ question 2. ماشي، تمام وهنا بي في دايرة كده، تمام. كتبتي يا لمار؟ يس طيب واكتب يلا قولي هنا لنا بي بقى يا لمار. اه مي بي أمال في دايرة كده، ويلا يلا يا لمار بقى قولي لنا بي the object من أول هنا. اقري لنا دايرة لمار. there object which allow light to pass through it. اسمهم ايه ال objects اللي بيخلوا اللايت يعدي منهم؟ يعني بنشوف الحاجة منهم. الا مش احنا كان عندنا objects مش بتخلي اللايت يعدي منهم، زي البادي بتاعنا، زي الميرور، زي ال وود زي الوود. ايوه. طيب في بقى اوبجكت زي الويندوز، زي الاي جلاسز، دي بتخلي اللايت بس ثرو، اسمهم ايه بقى؟ انا ما يعرفها استني يا ميس بقى تفكر. اوكي اسمها ايه يا لامار؟ عادي يا مس افكر لو رمرتها مس زي جلاس مس ايوه يا لمار، قلتي ايه؟ البتاع جلاس ما هو الجلاس ده اكزامبل، احنا بنسميه ايه؟ طب عارفه ايه شفاف يعني ايه بالانجلش؟ صوتك بيعلق كلمة شفاف، ايوه بقولك كلمة شفاف يا لمار معناها ايه؟ بالإنجليزي اه اسمها ايه؟ اسمها transparent. كنت أسأل معلش بقى، يلا transparent اسمها ايه يا لمار؟ transparent يلا نكتب. finish اكتب object اه ماشي، transparent object عادي. كتب finish ماشي، هنشد بقى خط كده، هنكتب تحتيه question 3. اوكي
بص نمبر ايه؟ ايه، يلا نمبر ايه؟ هنكتب question 3 وايه كده، وهنكتب بقى في الجنب. يلا يلا يا ما يقول لنا نمبر 1 هتكون ايه. اوكي. The dolphin has sharp sense of hearing. hearing. ماشي، كتبتي يا لامار؟ كتبت. Yes. ماشي، لامار نمبر 2. Fire flags فايت. communicate with each other by producing a light. اللايت. بس هم بيعملوا ايه حاجة تانية؟ by producing ايه تاني؟ يعني بيعملوا جواهم ايه علشان يطلعوا اللايت ده؟ بيعملوا جواهم ايه؟ احنا ممكن نكتب لايت ونكتب كمان جنبها chemical reaction. مش هم بيعملوا chemical reaction؟ أي ماشي، يبقى يلا نكتب chemical reaction جنبها كمان. كتبت خلاص ون. يا لامور. ماشي، نمبر 3 يا مي. أوكي. نمبر 3 ممكن تشلتيها. ثانية واحدة، اهي نمبر 3 يا مي. Okay, number three, the form energy that can be seen as light. ايوه، لايت. يعني من اللايت نقدر نشوفه، انما الساوند لو قال لك بقى the form of energy that we can't see، اس هيكون ايه؟ اديني اكزامبل كده لحاجه مش بنقدر نشوفها يا مي. الانرجي مش بنقدر نشوفها. الساوند. الساوند. ومين تاني يا لامار؟ اديني اكزامبل تاني. الكيمي. الكيميكال. شطوره. ومين تاني؟ مين تاني مش بقدر اشوفه؟ ايه الثيرمال. الانرجي؟ الثيرمال. الثيرمال. شطوره. ايوه، الحاجات دي احنا مش بنقدر نشوفها، والبوتنشال مش بقدر اشوفها. طيب يلا يا لامار قوليلي بقى نمبر 4. اوكي ثواني اكتر. نمبر فور. نمبر 4 دي لسه واخدينها النهارده. انا عارفاها. absorb جبتيها يا مي؟ energy. ماشي، اير باج ابزورب انرجي. ايوه، اوف ذا كار ديورينج كوليجن. تمام كده. كتبت اللي تحت نمبر بي. good job. اعمل ماشي يلا يا مي. question. هنشد شرطة. هنشد شرطة. ثانية، هنشد شرطة ونكتب ايه؟ نكتب بي بي. لا بي، ما احنا كتبنا فور انرجي بقى. فور كانت كتبتها. انرجي، هنكتب بقى بي. أنا ماشي كتبت بي يلا بقى، كويستشن. يلا مين اللي عليها الدور؟ ماي. أنا أي ماشي يلا يا مي. كروس ذا اود وورد، يعني الكلمة المختلفة. عندي سنيك بينجوين، سنيك. طب ليه اخترت سنيك يا مي؟ لأنهم كلهم في كولد. أما سنيك لا. ايوه، ناخد بالنا ان هو دلوقتي مدينا كروس اوت ذا اودورد. ممكن في الامتحان يقول لنا ايه؟ كروس اوت ذا اودورد اند منشن ذا